يقيم المنتدى الثقافي والفني وبرعاية وزارة الثقافة مهرجانه الفني الثالث تحت عنوان العمل الإنساني. يحيي المهرجان الفنان زين العمر والفنانة سارة الهاني. تقدم الحفل الدكتورة ريما نجم بجاني، وذلك في قصر اليونسكو في 21 حزيران الساعة 7:30 مساء. الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو جاك حداد.
أيها الحفل الكريم، لله الفن فهو عنوان الجمال في الذوق والعمل والحياة، ولله الثقافة وهي عنوان التمثيل والحضارة، وهي جماع العلوم والآداب والفنون في تراثات الأمم والشعوب. ولله المنتدى الثقافي والفني يقيم العام مهرجانه الفني الثالث من أجل العمل الإنساني، بل في سبيل الإنسان أمير الأرض ورائد الفضاء. لكم الله أيها القائمون، أيها القائمون فينا بشرا يحتفلون ببشر ساعين من أجل خير البشر، لكم أنتم نرفع التحية. لكم أنتم اليوم ترتفعون فوق الأحقاد والعصبيات والحروب والويلات، تجمعون حولكم جمهرة من بني الأرض في عاصمة الأرض لبنان، بل في عاصمة لبنان بيروت، لؤلؤة البحر الأبيض المتوسط وأم الشرائع، في مهرجان الإنسان حيث العمل في حقوله التنموية والدفاعية والسلمية والأخوة البشرية حراثة وحراثة في حقل الله الذي جاء في كتبه السماوية. الحق أقول لكم إنكم كلما فعلتم ذلك بأحد إخوتي هؤلاء الصغار فبي فعلتموه جيل متى. وفأما اليتيمة فأما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، سورة الضحى. ولكم جميل هو هذا اللقاء، وفي الأرض لا تزال بذرة خير بل خميرة وفاء تخمر العجين الذي يخبز من أجل الجياع والمعوزين والخائفين. فينتفي المثل القائل: ثلاثة لا يستطيعون الاطمئنان إلى يومهم: جائع وخائف وبردان. فهنا بيننا الليلة مؤسسات من أهم المؤسسات الإنسانية محليا وعالميا: الصليب الأحمر اللبناني، عنوان الفداء والمواساة، والدفاع المدني، رمز النجدة والإسعاف، وفوز الإطفاء، رمز الشهادة من أجل الحياة، وكاريتاس لبنان، رمز المحبة والعطاء، والجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان، رمز الدفاع عن الحرية والعدل والمساواة واحترام الفرد والجماعة. وكلها تختص بالإنسان وتدافع عنه وتناضل في سبيل طمأنينته وسعادته في حياة حرة وكريمة. شعارها جميعا كما أظن: يولد البشر متساوين في الحقوق والواجبات، وهم جميعا إخوة في الدم البشري من دون النظر إلى العرق أو الجنس أو الدين، وهم سواسية وكلهم خلق الله وعياله وعيال الحياة. وهم لم يختاروا أوطانهم ولا أعراقهم ولا أجناسهم ولا أديانهم ولا آباءهم ولا أسماءهم، وكلنا آدم وآدم من التراب. فحرام علينا أن نعيث في الأرض فسادا، أو أن نعيث بالأرض فنلوثها ونهدم صرحنا ونقوض ميراثنا. والله قد جعل الإنسان في الأرض خليفة، فهل يكون إنساننا جديرا بهذه الخلافة؟ وهل نرى في الخلق صورة الخلاق؟ أيها الناس، يا بني البشر، قال الشاعر قديما: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم. فهل يصدق فينا هذا القول؟ وهل نحن على قدر هذه الحياة التي نستحقها؟ وهل نستحقها؟ وهل نحمي عالمنا مما يتهدده؟
التخلف، الدمار والهلاك والوباء والرعب النووي والإرهاب والفقر والجوع والأمراض والإعاقة الطبيعية والبشرية، نداءات صرخات أطلقها تساؤلات في هذا المهرجان التحية والتكريم لجمعيات ومؤسسات إنسانية لها علينا حق وواجب، سدد الله خطاها وأيدها بالنجاح والاستمرار. أيها الحفل الكريم، في هذا المهرجان نشد على أيدي العاملين في المؤسسات التي نكرم، ونشد على أيدي منظمي المهرجان، وعلى الرغم مما يعتبر هذا الوطن، نلمح بصيص نور وفسحات أمل ورجاء ووفاء. حفظ الله العاملين وحفظ لبنان. حياكم الله. الكلمة الأولى لرئيس المنتدى الثقافي والفني الأستاذ رشيد ظهري. بس حابب أعلق على شغلة صغيرة، إنه هلنا من جوا عم بزقفكم بالميلتين. رح بلش شكر بسيط، بشكر الدكتورة ريما على الكلمة الثانية، بشكر وزارة الصيف اللي رعيتها المهرجان، بشكر إدارة اليونسكو، بشكر للفنان سارة الهاني والفنان زين العمر، الفنان تشكيل الأستاذ برنار للمخرج داني دانتن، للمعلمين اللي حطوا سيارتهم فينا، للصحافة اللي واكبتنا وعم تواكبنا دايما، وبشكر حضوركم ومشاركتكم معنا. اليوم يوم مميز لأنه بيجمع ثلاث مناسبات: عيد البي ينعاد على كل البيات، عيد الموسيقى بداية فصل الصيف اللي بنتمناه يكون خير على الجميع. رح أعطيكم لمحة مختصرة عن المنتدى الثقافي والفني اللي صار اليوم بضم نخبة من الكتاب والشعراء والفنانين والإعلاميين. المنتدى الثقافي والفني هو جمعية ثقافية فنية اجتماعية، بنشتغل ثقافة للثقافة، بنشتغل الفن الرائع. جمعية ما بتتبخر ربح، ما بتنتمي لأي دين أو حزب أو فئة سياسية. وكانت تأسس المنتدى بال 2009 وكان مهرجان الأول بعيد الاستقلال على هالمسرح بالزيتون. وكانت السبحة وكان تاني مهرجان بال 2010 اللي صار لأول مرة بلبنان بجامعة الحكمة تحت عنوان إحياء يوم الأغنية اللبنانية. كان لفتي لعمالقة الأغنية اللبنانية يلي رح تستكمله مهرجانات قريب. مهرجاننا اليوم بعنوان العمل الإنساني سميته حروف من ذهب، هو تحية متواضعة لهالمؤسسات اللي أفراد عم بكرسوا حياتهم من أجل الإنسان والإنسانية. وباعتقادنا ما في ولا تكريم ممكن يوفيكم الحق. أكيد بعد في مؤسسات كثيرة إن شاء الله بالمهرجانات اللي جاية بيكونوا معنا من المكرمين. عزيمتنا قوية وإيماننا كبير إنه سوا قادرين نرجع الوجه الحضاري والثقافي لوطننا لبنان. هيدا شعارنا، هيدي أهدافنا، خلونا نحملها سوا إيد بإيد، كرمال أولادنا، كرمال الإنسانية، وكرمال لبنان. امبارح الضمير حرف وحرف كتب
ومن احساسه وفكره وقلبه سكن. وجدودنا كتبوا الحرف بالقصر، وجايين اليوم نكتب الحروف من ذهب. اهلا وسهلا فيكم، نتمنى مساحه الحياه. طبعا كل ما يقدم في الحياة من فنون وجمالات ينضوي تحت اللواء الثقافي. نستمع معا إلى كلمة معالي وزير الثقافة يلقيها أو يقدمها الأستاذ أنطوان العميل. تفضل. السيدات والسادة، أولاني معالي وزير الثقافة الأستاذ جابي ليون شرف تمثيلي في المهرجان الفني الثالث الذي يقيمه المنتدى الثقافي والفني تحت عنوان العمل الإنساني، وقد حملني إليكم أطيب تحياته مثنيا على الجهود التي تبذلها المؤسسات المكرمة في خدمة الإنسانية وإعلاء شأن الإنسان. إن أسمى الأعمال الإنسانية تلك التي لا تنتظر مقابلاً. هذا هو المبدأ الذي تجتمع عليه المؤسسات التي نحتفل اليوم بتكريمها بعربون وفاء وتقدير لجهودها وتضحياتها في سبيل درء المخاطر ورفع المظالم ودفع الفقر والجوع عن الإنسان وتنميته اقتصادياً واجتماعياً والدفاع عن حقوقه الطبيعية بالعيش بحرية وكرامة. إن ما يجمع المؤسسات المكرمة هي التزامها الأدبي والأخلاقي بالقيم الإنسانية، إحساسها بالمسؤولية تجاه المحتاجين للمساعدة من جراء أعمال الإنسان والطبيعة، واستقلاليتها وحياديتها الكاملتين في تدخلاتها الإنسانية، ولا انحياز إلا للمحتاجين والمنكوبين وضحايا الحروب والفقر والمجاعة وظلم الإنسان بغض النظر عن الدين والجنس واللون والانتماء. إنما يجمع أيضاً هذه المؤسسات الرغبة في العطاء والمحبة والتضحية من أجل عالم تسوده المودة والتضامن والتكاتف ومحبة الإنسان لأخيه الإنسان. يشهد العالم بشكل متزايد الكثير من الكوارث الطبيعية وحتى التكنولوجية والحروب والنزاعات والحوادث والتهجير والجفاف والتصحر وغيرها من الظواهر والأحداث التي تلحق الأذى بالحياة البشرية والممتلكات والثروات الطبيعية. فإذا كانت هذه المؤسسات الإنسانية لا تستطيع الحمول دون وقوع هذه الأحداث أو منعها، إنما بالأكيد تستطيع التخفيف من أضرارها والحد من نتائجها السلبية، والأهم الوقوف إلى جانب ضحاياها ومواساتهم وبلسمة جراحهم ومساعدتهم على النهوض من محنهم تمهيداً لمعاودتهم لحياتهم الطبيعية. إذ نغتنم هذه المناسبة لننحني إجلالاً أمام الجهود التي تبذلها المؤسسات المكرمة والتضحيات التي تقدمها في سبيل الغير والتي تصل أحياناً إلى إلحاق الأذى بعناصرها أو حتى وقوع البعض منهم شهداء الواجب الإنساني، علماً أن العديد من عناصر هذه المؤسسات هم متطوعون للعمل الإنساني. كما لا بد في هذه المناسبة من توجيه التحية والتقدير للمنتدى الثقافي والفني بشخص رئيسه أستاذ جوجيدا حكيم لهذه المبادرة في تكريم مؤسسات كرست نفسها لخدمة الإنسان والإنسانية، ولجمعه في هذه المناسبة رسالة العمل الإنساني ورسالة العمل الفني. كما نتوجه بالتقدير والتحية لكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث، وشكراً لحسن استماعكم.
كلمة معالي وزير الثقافة جابي ليون ألقاها الأستاذ حنا العميل نيابة عنه، فتحية له وأهلا وسهلا. طبعا نحن نرى سيمفونية اللون يعزفها اليوم على المنبر الفنان اللبناني العريق الرسام برنار رينو، نوجه له تحية. طبعا كل الشعراء والرسامين معنا إليه بيعرفوا مدى صعوبة الإبداع والابتكار بصورة ارتجالية، الأمر منه بالسهولة اللي ممكن يظن البعض، شغلة كثير سهلة. فمنقوله يعطيك ألف عافية. سيمفونية اللون تتجلى ونستعد لنستمع إلى صوت يتجلى غناء مع عزف وموسيقى. صوت أطربني وأشجاني، صوت أطربني وأشجاني، فرجعت لأيامي زماني لأعيش النغمة إحساسا فنا من كل الألوان. هي سارة الهاني مبدعة حطت في قلبي وكياني، من يفقد سحرا وجمالا سيعود إلى سارة الهاني. معا نستمع إلى أجمل الغناء الراقي اللي طبعا بيرفرف تحت غصون شجرة الثقافة والفكر والأداب في لبنان. تحية لسارة الهاني الصوت النادر والهادر، وتحية كتير كبيرة للفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو جاك حداد. بنقلهم يعطيكم ألف عافية، مايسترو يعطيك ألف عافية. نسمعكم ونشوف الأستاذ برنار، أهلا وسهلا.
بدي أشكر أستاذ روجيه ظهرية كمان اللي خليني كلامكم معكم موجود الليل، لكل أعضاء اللجنة، لكل الشعراء الموجودين معنا، لكل الإعلاميين، لكل التيفيات الموجودين كمان معنا، وأكيد للفرقة الموسيقية، وأهلا وسهلا فيكم. وبدي أتشكر كمان مدام ريما نجم الإعلامية، ميرسي على المقدمة الحلوة لإلي، ميرسي كل الذوق. Thank you.
الصوت الحلو سلطانة الطرب وكروانة الغناء سارة الهاني، تذكروا كثير منيح الاسم. رئيس المنتدى رجي ظهري والاستاذ بيير دكاش الفنان بسام دكاش بيقدموا طبعا درع تكريمية للفنانة سارة الهاني تقديرا لاجتهادها في مجال الغناء والطرب الاصيل وطبعا لمشاركتها معنا الليله. اهلا وسهلا بالجميع. تفضل استاذ بسام بدكاش والاستاذ روجي ظهري. تحية لسارة الهاني طبعاً لقاءنا مستمر مع الفن الراقي. بعد شوي رح يكون لنا محطة من الطرب والغناء جميل أيضاً مع الفنان زين العمر والفرقة الموسيقية مع سيجاك حداد. في زمن استشرى فيه الظلم والتعدي والتجني ولم يعد لدى المرء ما يركن إليه ويستنجد به، وحين تغلق كل الأبواب في وجهه وتنطفئ الأضواء ثمة من يفتح له ويضيء طريقه ويقف إلى جانبه ويقول له بمحبة ورعاية أن انهض، هناك من ينصرك، هناك من ينصرك ويؤازرك ما دمت على حق. إنها الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان التي ما فتئت تواجه وتجابه لأجل إحقاق الحق وإعلاء شأن العدالة. طبعا معا نتابع فيلما وثائقيا للجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان ومن بعدها نتوقف في محطة تكريمية. سارة الهاني طبعا عم تتلقى التحية من الدكتور شاعر ميشيل جحا كبير شعراء لبنان اللي عم بيسرب إعداد أغنية جديدة لسارة نسمعها قريبا. برنامج كيف الشغل عندك؟ يعطيك العافية. لوحة رائعة بس في صخب عندك باللوحة، صخب طبعا. يعطيك ألف عافية. تستعد طبعا حتى نشوف الفيلم الوثائقي من الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان. إذن مثل ما قلنا في زمن استشرى فيه الظلم والتعدي والتجني ولم يعد لدى المرء ما يركن إليه ويستنجد به، وحين تغلق كل الأبواب في وجهه وتنطفئ الأضواء ثمة من يفتح له ويضيء طريقه
ويقف إلى جانبه ويقول له بمحبة ورعاية: أن انهض، هناك من ينصرك ويؤازرك ما دمت على حق. إنها الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان التي ما فتئت تواجه وتجابه لأجل إحقاق الحق وإعلاء شأن العدالة. الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان هي جمعية غير حكومية تأسست في العام 29 تشرين الأول من العام 85 وأعطيت العلم والخبر. تتمتع الجمعية باستقلالية عن أي تبعية سياسية أو دينية، وهي عضو في المنظمة العربية لحقوق الإنسان، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أيضاً المركز المتوسطي لحقوق الإنسان والمنتدى الأورو متوسطي واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ومؤسسة أنا ليند الثقافية. أما أهداف الجمعية: نشر شرعة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية المتعلقة بها، التربية على حقوق الإنسان والسلام والديمقراطية، توعية اللبنانيين ولا سيما الشباب على احترام حقوق الإنسان والسلام، محاربة الأمية القانونية ونشر ثقافة المجتمع المدني، رصد انتهاك حقوق الإنسان في لبنان والتوصية بمعالجتها وحماية اللبنانيين والأجانب المقيمين في لبنان من انتهاك حقوقهم، العمل على تصديق لبنان للاتفاقيات الدولية التي لم يصادق عليها، العمل من أجل التطابق بين القوانين اللبنانية وشرعة حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي لم تصادق عليها الدولة اللبنانية، العمل على تحسين وضع المرأة على صعيد القانون والواقع، التعاون مع الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية العاملة من أجل حقوق الإنسان، وأخيراً العمل على استقلالية القضاء وإلغاء كافة المحاكم الاستثنائية. طبعاً شفنا الفيلم الوثائقي. ندعي الأستاذ نعمي جمعة ليلقي كلمة، ومن بعد مباشرة يتسلم الدرع التكريمي من الأستاذ روجيه ظهر. تفضل أستاذ نعمي جمعة. المنتدى الثقافي والفني على هذا الاحتفال الرائع، إذ تسوده بالإضافة لأجواء الثقافة والعمل الاجتماعي يسوده الفن، الفن الرائع الذي استمعنا إليه، وهذه كلها من مكملات حياة وسعادة الإنسان. بداية أتقدم بالشكر للمنتدى باسمي وباسم الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان، والشكر لإدارة المنتدى وجميع العاملين الذين أنجحوا هذا العمل. إن جمعيتنا يا سادة التي أولتني شرف تنسيبها هي واحدة من أوائل جمعيات حقوق الإنسان في لبنان، وكان لها دور بارز بإدخال فقرة على الدستور اللبناني، تلك المتعلقة بالتزام لبنان بالمواثيق الدولية. هذا ما أثبته تاريخيا المحلل مولى نصير. وعندما أسجد بفقرة كتلك
غايتي هي إبراز عنوان أهمية التزام لبنان دستوريا بالمواثيق الدولية، وقد جاء الالتزام المذكور ليعزز من قوة وفعالية المادة 7 من الدستور، والتي نصت على المساواة بين اللبنانيين بصرف النظر عن لونهم وجنسهم ومعتقدهم. هذه المقدمة تدفعني لأن أقول إننا كمؤسسة عاملة نتطلع إلى تحقيق مجتمع مدني قائم على انتماء الإنسان لوطن على حساب أي انتماءات أخرى. كلنا بنعرف الانتماءات الأخرى لوين وصلتنا في هذا البلد من حروب ودمار وخراب. مجتمع يكثر للمواطن حقوقه المشروعة، خاصة ما يتعلق منها بحريته وكرامته الإنسانية. في هذه المرحلة التي تجتاح المنطقة من المغرب إلى المشرق رياح التغيير، نشعر أنه لا يمكن للبنان أن يبقى بمنأى عنها، وبالتالي لا بد من تحقيق شعار المواطنية وبناء الدولة المدنية على حساب دولة الطوائف والمذاهب. لن أطيل عليكم، أعتقد أنني أوجدت وقلت الفكرة التي تدور حولها جمعيتنا وكافة جمعيات المجتمع المدني، وشكرا لكم. ليس بينهم من ليس شجاعاً، ولا مكان بينهم إلا للجنود المفتولة والقلوب المفعمة بالحماسة والخطوات السريعة المقدامة والمدوية. إنهم رجال الإطفاء بعدتهم الثقيلة وعديدهم بجاهزيتهم التامة، ينتظرون الفاصرة والابتسامة ملء، أو ينتظرون إشارة الانطلاق ليخمدوا من دلع وينقذ من حوصر، والابتسامة ملء وجوههم على الرغم من المخاطر الجمة التي يتعرضون لها. في الوثائق نتابعهما. فوج الإطفاء لمحافظ مدينة بيروت، والقائد الحالي للفوج هو العقيد منير المخللاتي، وهو من خيرة ضباط الجيش اللبناني. مركز قيادة الفوج موجود في الكرانتينا، والذي يضم أيضا غرفة العمليات المركزية، وهي مجهزة ب40 خطاً هاتفياً، ومن الممكن تلقي 7 اتصالات وتسجيلها في آن. وهناك بالطبع أجهزة كمبيوتر وأجهزة اتصال لاسلكية. يضم فوج الإطفاء حالياً 342 إطفائياً موزعين على 3 ثقلات، وهي الطريق الجديدة الباشورة والكارنتينا. وتغطي هذه الثقلات بيروت الإدارية، والتي تبلغ مساحتها 18 كيلو متراً مربعاً. رجال الفوج جاهزون ليل نهار لنجدة المواطنين. يملك فوج الإطفاء حوالي 64 آلية متنوعة، وهي موزعة بالطبع على الثقلات الثلاث.
إن عدد عناصر الفوج وآلياته غير كاف لعدد سكان مدينة بيروت والتي تضم أكثر من 1,000,000 نسمة. يؤدي فوج الإطفاء المهمات الموكلة إليه على أكمل وجه، وذلك بما توفر لديه من معدات. بعد انقطاع دام عدة سنوات بسبب الحرب في لبنان، أعاد فوج الإطفاء تأهيل رجاله وتدريبهم في الخارج، وكانت البداية مع التوأمة بينه وبين إطفائية مارسيليا في فرنسا. عام 1996 أوفد دفعتان من الإطفائيين لمتابعة دورة تدريبية تلقوا خلالها تدريبات على إطفاء كافة أنواع الحرائق وخصوصا حرائق الأحراج والسفن. عام 1998 أرسل فوج الإطفاء مجموعة من عناصره لتتدرب في هولندا على حوادث السيارات، كما أرسلوا أيضاً مجموعة أخرى للتدرب في اليابان. بعد إعلان التوأمة مع إطفائية برلين، أرسل فوج الإطفاء عام 2002 مجموعة من رجاله إلى برلين في ألمانيا لمتابعة دورة تدريبية مكثفة على كافة أنواع الحرائق وحوادث السيارات. وفي العام 2008 تابع رجال الإطفاء دورة في إيطاليا على أحدث عمليات الإخلاء، وذلك بواسطة السلالم الآلية. فيما يتعلق ببرنامج التوعية الخاص بالمواطنين، يقوم فوج الإطفاء سنوياً بتدريب 10,000 طالب، ناهيك عن مئات الموظفين في السفارات والمستشفيات والفنادق والإدارات الرسمية. مباشرة من المايسترو جاك حداد والشاعرة جوزفين سافا، فليكون على أهبة الاستعداد. أسعد الله مساك. كلمة ترحيب لجميع الحضور، وأخص بالترحيب الفنان الرسام اللبناني جرناف، الذي أبهرنا خلال نصف ساعة بأنامله السحرية ما فعله. اسمحوا لي بداية أيها الحفل الكريم أن أبلغكم اعتذار حضرة قائد فوج الإطفاء عن حضوره شخصيا حفلكم الطيب هذا. لأسباب قاهرة حالت دون ذلك، طالبا الي تمثيله والقاء كلمه باسمه بالمناسبه وابلاغكم تحياته وتمنياته القلبيه لدوام التقدم والتوفيق. ومما لا شك فيه ان فوج الاطفاء هو جزء لا يتجزا من مجموع المؤسسات العامله والفاعله على المستوى المجتمعي باسره، بل كان رياديا في تضحياته على مدى عقود في خدمة الوطن والمواطن. فعمله الإنساني لا يقتصر على إطفاء الحرائق وإنقاذ الغرقى وإسعاف المصابين فقط، لكنه يتوسع ليشمل عدة نواحي، منها التدخل المباشر عند حصول الكوارث الطبيعية، من إخلاء المصابين ورفع الأنقاض في أماكن يصعب الوصول إليها، كما وأن لهذا الفوج قافلة من الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل إنقاذ الآخرين، فشكلوا لنا المثال والقدوة، وكانت ثمرة تضحياتهم هي خدمة أبناء بلادهم والإنسان. ونحن إذ نتقدم بأسماء آيات الشكر للقيمين على هذا الحفل لاهتمامهم ومحبتهم
نتمنى أن نبقى عند حسن ظن مجتمعنا بنا، ونؤكد في الوقت عينه إنه مهما بلغت التضحيات تصبح صغيرة في أعيننا عندما نرى ابتسامة شعبنا وإحساسهم بالأمان والطمأنينة وشعورهم معنا إننا يدا بيد نبني لبنان الغد والمزدهر دائما وأبدا. عشتم وعاش لبنان وعاشت كل المؤسسات التي تعمل لخدمة الإنسانية. إذن المقدم عبد الرحمن البابا يتسلم الدرع التكريمية بنيابة عن العقيد أمير الخلالاتي ممثلا له. هاي بمناسبة عيد الأب كريمة المقدم وطبعا كريمتين بيقدموا كافة من الورد، فكل عيد وكل أب بخير. يوم ينخفض قطر من الشبان والشابات في موبقات الحياة ويلهثون خلف ملذاتهم ولهوهم ومتعهم، تأسف لذلك وتتحسر، وتجد في المقابل من تفخر بهم شبانا وشابات يكرسون أنفسهم للعمل الإنساني والخيري، وهم ينضمون تحت لواء منظمة إنسانية رفيعة المستوى تقدم خدماتها الجلة هنا وهناك، لا تدع محتاجا إلا وتمده بالدعم والمؤازرة، ولا تمر معضلة إلا وتسعى إلى حلها مسخرة كل الإمكانات. إنها كاريتاس لبنان التي ظللته بغصون عطاءاتها. مع نتابع الفيلم التوثيقي، ومن بعدها مباشرة نستمع لكلمة الأب الدكتور سيمون فار.
صديقي عن كاريتاس لبنان. نستقبل معا سعادة الأب الدكتور سيمون فضول رئيس كاريتاس لبنان يلقي كلمة، ومن بعد طبعا يتكلم الدرع التكريمي من الشاعرة جولييت أنطونيوس والملحن يورغو خوري. يورغو تفضل. الله معكم. من بعد ما سمعنا الكلام الحلو وشفنا الفيلم شرح دوري حضرة ممثل وزير الثقافي أصحاب السعادة والأصدقاء جميعا، نشكر المنتدى الثقافي والفني على الأمسية العامرة. رئيسا وأعضاء لهم شكرنا وتقديرنا. هذه بادرة حضرية نعتبرها بتجسد شو في بنفوس القيمين عليها من نبل القيم والوفاء لمؤسسات عم تبذل ذاتها طاقاتها وقدراتها على دروب عطاء الإنسان. كاريتاس لبنان اختارت السنة شعار لإلها من حق نوقف حدك، للدلالة على أهمية الانتقال بثقافة العطاء الخاصة بنا نحن اللبنانيين من ثقافة حرام ويا حسرتي بلو القلب إلى ثقافة مبنية على مبادئ حقوق الإنسان. واجب كل إنسان أن يوقف لجانب خيه في أوان الشدة. فسعينا الأساسي هو للمساعدة مع المحافظة على كرامة الإنسان وترقيه، لأن رسالة المحبة بتجتهد في بقاء الحياة وبقاء عزيزي كريمي وراه. اللفت الكريمي يلي قام فيها المنتدى الثقافي إضافة إلى كون بادرة وفاء حضاري هي دافع يشجع كل مواطن على أن يكون مخلص في الموقع الذي يشغله بالحياة، وعامل لحمي بشكل أواصر بالمجتمعات والتعارض بين أبناء الوطن. فهنيئا لمؤسسات تبني بعملها وتفاميها الأوطان، وتحية شكر ومحبة لمنظمي الاحتفال والقيمين عليه المنتدى الثقافي والفني، وإليكم جميعا أيها الكرام محبتنا وتقديرنا والشكر. قد نحسب من الوهلة الأولى أنهم عاديون ونقول من هؤلاء؟ ما جدواهم؟ وسرعان ما ندرك أهميتهم وعظمتهم حينما يندفعون أو حين يندفعون متطوعين بلا أجر بمناقبية رفيعة إلى موقع الحدث فور حدوثه ليؤدوا واجبهم الإنساني والوطني، معرضين نفوسهم للخطر غير عابئين بالنتائج، ولا يعنيهم إلا سلامة المواطن وأمان الوطن. الدفاع المدني في الوثائقي يليه ما يليه.
last hope. All those who've been left behind. يلقيها أو يقدمها رئيس العمليات في الدفاع المدني جورج أبو موسى. تفضل. مساء الخير. أول شيء باسم المديرية عن الدفاع المدني أشكر المقدسة أبدي والأستاذ روزي. هذه مسألة طول. أنا برأيي بس اختارها للخير مثقف او شاعر او فنان هذا التكريم بيكون مضروب لعشر مرات. منذ وجد الانسان وجدت امامه عراقيل وصعوبات واخطار تهدد وجوده وحياته، ففكر بالوقايه وحمايه نفسه منها، فاوجد الحمايه العائليه من اخطار الطبيعه والحيوان وذلك ببناء مسكن له. تطورت الأخطار المحدقة بالإنسان على مر العصور وتطورت معها الحماية والوقاية والاستجابة لها. من هنا نرى أن الدفاع المدني ملازم لحياة الإنسان وحمايته من الكوارث الطبيعية وتلك الناتجة عن الحروب أو الإهمال أو تعمد الأزمة. يهدف الدفاع المدني بحسب القوانين المرعية الإجراء إلى تأمين حماية وسلامة الأهلين وتخفيف الضرر عنهم، وتشمل صلاحياته كافة الأراضي اللبنانية والمياه الإقليمية. تأسس الدفاع المدني عام 56 بموجب القانون كمكتب في وزارة الدفاع الوطني. عام 67 صدر المرسوم رقم 50 حدد عمل الدفاع المدني وصلاحياته وما له من موجبات على المواطنين وما عليه تجاههم وعلاقته بباقي الإدارات. عام 1979 ألحق الدفاع المدني بوزارة الداخلية وما زال. عام 2000 أصبح الدفاع المدني مديرية عامة بموجب المرسوم رقم 4082. يوجد 209 مراكز عملانية تابعة للدفاع المدني على كافة الأراضي اللبنانية تعمل لخدمة الوطن والمواطن وشعبه. سلم الأستاذ جورج أبو موسى درع تكريمي من المنتدى الثقافي الفني، بتسلم إياها الشاعرة بنت الأرز والسيد إلياس أنطونيوس. الصليب الأحمر اللبناني منظمة جمعية منظمة بالفعل تسجل حضورها الفاعل في كل ملمة، أبطال متطوعون يبرعون في اللحظة الحاسمة لإنقاذنا لعلاجنا ومؤاساتنا، لا يعرفون التقاعس ولا التردد ولا التهاون، يتسابقون مع الزمن دون أن ينتظر أي منهم حتى كلمة شكر. هم اختاروا التضحية بملء إرادتهم، فتحية من الأعماق لهم. نستمع معا إلى كلمة الشيخ سامي التحتاح رئيس الصليب الأحمر اللبناني، ولكن قبل نشاهد معا فيلما وثائقيا. Thank you.
du cœur. سبع مبادئ أساسية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. الصليب الأحمر اللبناني جمعية وطنية تطوعية إنسانية بتضم آلاف المتطوعين المؤهلين للعمل لخدمة أشد الفئات ضعفا وحاجة بالمجتمع اللبناني. طور الصليب الأحمر اللبناني شبكة خدماته وأعماله تماشياً مع الحاجات المحلية والوطنية خلال أكثر من نصف قرن. فبالإضافة إلى المركز الرئيسي للصليب الأحمر اللبناني ببيروت تتواجد مراكز الجمعية بجميع الأقضية اللبنانية وبتقوم بنشاطها وخدماتها عبر اللجان والمراكز والمعاهد والأندية والوحدات. وبتبقى غاية الصليب الأحمر اللبناني بث ونشر السلام وخدمة المجتمع وتخفيف آلام الإنسان بتجرد ومن دون تمييز من حيث العنصر أو الجنسية أو الطبقة أو المعتقد الديني أو الانتماء السياسي. أما أعمال متطوعي وموظفي الصليب الأحمر اللبناني كلها بتهدف إلى صون الكرامة الإنسانية. نستمع إلى كلمة الشيخ سامي تحتاح رئيس الصليب الأحمر اللبناني، ويتسلم كما بعد الدرع التقنية من الفنان الأستاذ عصام الأشقر والإعلامية سيدة منى السعد. تفضل الشيخ. بدي مسيكم، بدي أشكر المنتدى الثقافي والفني مجتمع ما عنده ثقافة وما عنده فن، مجتمع ما بيطل على العالم. نحن بوسطكم بنطل على الناس، انتم صلة الوصل بيننا وبين كل المجتمعات. بدي اشكركم على تأثيركم. بدي اقول انه اذا كان حضور من كثير واذا كان قليل الحضور فان الكرامة قليلة. جار وبحصل اللي يدني بس الدور بالجواهر على ذكرى. ما رح زيد عليكم صليب الأحمر كلكم تعرفون. بدي أشكركم بس على تقديركم للصليب الأحمر ولشباب الصليب الأحمر اللي عاملين كله بالصليب الأحمر شباب وصبايا. إني ولادكم، إني ولاد لبنان، إني الصورة المجلية والحقيقية والواقعية عن شعبنا، عن شعب لبنان يلي بيتحلى بهالروح الإنسانية بهالاندفاع والتضحية بالذات من أجل الآخر. صليب الأحمر منه بس شارع ولا حيطان ولا سيارات. صليب الأحمر هو ناس منكم وفيكم، إني ولادكم، إني ولادنا، إني حقيقتنا، إني حقيقة شعب لبنان، إني أملنا ومستقبلنا. ألف شكر للمنتدى الثقافي، نتمنى لكم كل التوفيق، نتمنى على لبنان الازدهار. إذن الفنان عصام الأشقر والإعلامية منال سعادي بسلموا الدرع التكريمي لـ
سعادة الشيخ سامي الدحداح رئيس الصليب الأحمر اللبناني. نتمنى من كل الشخصيات اللي حظيوا بتكريم يتفضلوا على المنبر لأخذ الصورة التذكارية لو سمحتوا. تفضل أستاذ برنان. مع الأستاذ برنار أشرعت العمل الإنساني والخيري انطلقت نحو الأفاق الكبير، أفاق العطاء والبذل والتضحيات. أستاذ بسام دكاش تفضل. تفضل لو سمحت. أستاذ برنار تفضل حد المنبر. الأب سيمون فضول. حد الشيخ تفضل. تفضل أستاذ جاك. ننظر الأستاذ بسام لو سمحتوا. يلا أستاذ إذن هاي الصورة التذكارية، وهلأ طبعاً لنا محطة فنية أصيلة مميزة مع الفنان زين العمر. بقول له لزين العمر صولات، لزين العمر صولات كبار وجولات بميدان الغناء. إذا غنى طربنا وانتشينا وحل الدفء حتى في الشتاء. تردد صوته في كل بيت كما العطر الزكي مع الهواء. له حدس له ذوق رفيع فأحسن في الخيار وفي الأداء. سواء بنا نستقبل الفنان زين العمر في أستاذ برنار بتحب تقول شيء؟ سؤال جميعا. هلا لبست الجاكيت يعني تقريبا انهيت العمل، وبحب اقدم لرئيس المنتدى للمنتدى بالاجمال لانه كرم اكبر العمل الانساني اللي عمل اليوم. يعني كان بتمنى الصاله تكون معجه فوق وتحت مليانه، بس الناس اكيد بتعرف بدون لو ما اجوا بيعرفوا انه العمل الانساني عمل مهم كثير عم بقوموا فيه كل الفعاليات، وعمل جبار اكيد. وانا يعني بكل تواضع بقدم شهاده لاني ملحق ثقافي بالاتحاد الاوروبي، رح اقدم شهاده باسمي لروجيه دهرية رئيس المنتدى وللمنتدى بالاجمال، واقدم اللوحه كمان تعرضون شكر له لكل العمل الثقافي عم بقوم. شكرا للاستاذ برنار. يا ريت شوي الكاميرات تروح على اللوحه ونشوف شو هاللوحه العميقه والعظيمه. الشهاده استاذ عصام مع الاستاذ روجي فناننا الكبير استاذ جاك. كمان لوحه بتلخص وبتختصر كل المعاني الانسانيه والخيريه ذات الابعاد كبيرة
فعلا ابداع الاستاذ برنار رينو والست باسمه بطولي الشاعره والرسامه تنظر بعين الرسامه والناقده وارى بعينيها الفرح والدهشه. بنوجه لك تحيه ست باسمه. اهلا وسهلا ست باسمه بطولي الشاعره والرسامه. وطبعا الاستاذ برنار الله يقويه من نجاح الى نجاح. ومع ننضم الى احضان الموسيقى والنغم والغناء زين العمر والمايسترو. بدنا نقدم درع تكريميه ايضا للاستاذ برنار رينو، استاذ جاك حداد والفرقه الموسيقيه عم يستعدوا. تفضل قدام اللوحه. طبعا امام اللوحه. زين العمر اهلا وسهلا فيه وشكرا للفرقه الموسيقيه. اهلا. نخلي شوي البوديوم حتى يبتدي الاساتذه بالفقره الغنائيه. Because we can't stop the feeling.
وثقافيين. بسعدني يكون بيناتكم، وان شاء الله دايما الحياة بتكفي معكم وبيكون طعمها احلى واحلى واحلى. Thank you very much. رسامين اكيد Thank you.
Thank you.
بعدين لي ممثل قائد الجيش
العميد الركن يوسف شرمان وسطاي منطقة جبل لبنان. أنا بدي وجه تحية طبعاً لممثل قائد الجيش العميد العماد جان قهوجي بالنيابة عنه طبعاً الممثل العميد الركن يوسف جرمانوس بقول له الله يطول عمرك وبنقول مع تحية الكل لقائد الجيش. بتصور حتى اللوحة مع الأستاذ برنار منه لو سمحت. مدام يا رجال من الأسرار